ستيب موديل. دلوقتي عامل شير للسكرين. طبعا احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا على التريب ديستريبيوشن واتكلمنا على التريب جنريشن. كنت انتوا خدتوا مع دكتور سيد السبكي التريب جنريشن، واحنا هنا بعد كده بدأت معاكم في التريب ديستريبيوشن. خدنا فيه محاضرتين، ما قلنا جروث فاكتورز ميثود والجرافيتي موديل، وان شاء الله النهارده هنتكلم على المود تشويس هو عباره عن ايه، ونتكلم عنه سريعا كده. طيب المود تشويس سريعا هو انك انت تختار. احنا دلوقتي اول ستيب كانت ان احنا نشوف عدد الرحلات المتولده، تاني ستيب ان احنا نشوف عدد الرحلات ديت بتتقسم ازاي، رايحه من زون لزون تانيه ازاي، كم رحله رايحه لزون واحد، كم رحله رايحه لزون اثنين، كم رحله رايحه لزون ثلاثه، وهكذا. ده التريب ديستريبيوشن. ثالث ستيب اللي هي المودل سبليت او المود تشويس. المودل سبليت او المود تشويس ايه هي الستيب ديت؟ الستيب دي انك انت تشوف انت دلوقتي عرفت في مثلا 50 رحله رايحه لزون واحد، و60 رحله رايحه لزون اثنين، و30 رحله رايحه لزون ثلاثه. طب كم من الرحلات دي بيستخدم العربيه؟ كم بيستخدم الاتوبيس؟ كم بيستخدم التاكسي؟ وهكذا. نعرف حاجه زي كده ازاي؟ نعرف حاجه زي كده عن طريق الخطوه ديت بتاعت المودل سبليت. طيب اول خطوه او اول سؤال عايزين نساله نفسنا، ايه هي الفاكتورز اللي بتأفكت المود تشويس؟ يعني ايه اللي يخليني اخد رحلتي بالاتوبيس ولا بالعربيه ولا بالتاكسي ولا بالعجل ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ تفتكروا ايه هي الفاكتورز او العوامل اللي ممكن تأثر في اختياري لوسيله النقل بتاعتي؟ حد يقدر يقول لي؟ يرفع ايديه بس. احمد عبد الحليم اتفضل. اعتقد يا دكتور النوع المنطقه ذات نفسها، يعني مثلا لو منطقه مثلا صناعيه فهيبقى اغلبها اتوبيسات نتيجه الشركات والمصانع، انما مثلا لو منطقه سكنيه فالاغلب بيبقى للعربيات. جميل جدا، جميل جدا. زي ما احمد قال كده، سبب من الاسباب هو نوع العربيه، نوع المنطقه ذات نفسها. يعني انا ممكن اروح منطقه اصلا المنطقه ديت بيطرح لها بالاتوبيسات، زي ما احمد قال مثلا منطقه صناعيه، فممكن المنطقه ديت تكون بعيده مثلا عشر من رمضان مثلا، وليكن فيها منطقه صناعيه، ممكن الناس بتروحها بالاتوبيسات بس. فدي ده سبب من الاسباب او عامل من العوامل اللي ممكن تاثر في اختياري لوسيله النقل، المنطقه اللي انا رايحها عامله ازاي. برافو، ماشي. حسام اتفضل. تمام يا دكتور. كمان اللي هو متوسط الدخول بتاع الافراد. جميل جدا، متوسط الدخل بتاع الافراد. يعني دلوقتي ممكن يكون عندي امكانيه ان انا يكون معايا عربية وأدفع ثمن البنزين والتأمين وكذا وكذا وكذا، فبالتالي أغلب رحلاتي هتكون بعربية. ممكن يكون أنا ما عنديش الإمكانية ديت، وأضطر إن أنا أروح مثلا المواصلات العامة أو كذا أو كذا أو كذا، فالدخل برضو بيأثر. جميل. إيه برضو عوامل تانية ممكن تأثر في اختياري لوسيلة النقل؟ اتفضل. ممكن برضه يا دكتور الفوليوم ترافيك اصلا بتاع المنطقه، يعني مثلا لو لقيت منطقه زحمه قوي هضطر مثلا ساعتها الجا لحل تاني، ان هو مثلا اخد المترو لو هيبقى اسرع بالنسبه لي. كويس جدا، كويس. يعني الحاله بتاعت الطريق نفسه او الحاله بتاعت الانفراستراكشر نفسها، لو انا الطريق ضيق او زحمه وكذا وكذا، ممكن حاجة زي كده تضطرني إن أنا أغير وسيلة المواصلات بتاعتي. جميل. حد عنده آراء تانية؟
طيب نيجي نبص كده مع بعض. لو احنا جينا بصينا مع بعض كده ايه هي العوامل اللي بتأثر على المود تشويس، احنا ممكن نقسمهم كذا كاتيجوري، ممكن نقسمهم كذا كاتيجوري. اول حاجه التريب ميكر تريتس، يعني خصائص الشخص اللي بيعمل الرحله نفسها، يعني زي مثلا محسام اتكلم عن الانكم، الشخص دوت الانكم ليفل بتاعه عامل ازاي، أسرته عاملة إزاي، لو أنت مع يعني هل معاه أطفال، هل متزوج، هل هو لوحده، ده بيأثر على اختياره لوسيلة النقل، هل عنده عربية ولا لأ، ده بيأثر على اختياره لوسيلة النقل. يبقى أول حاجة هي تريب ميكر تريتس، الشخص اللي بيقوم بالرحلة نفسه الخصائص بتاعته عاملة إزاي، ده بيأثر على الإيه المود تشويس. تاني حاجة الترانسبورت سيستم تريتس، حاجة زي اللي أحمد قالها، احمد قال مثلا لما الطريق بيبقى زحمه ممكن حاجه زي كده تخليني ان انا ما اخدش الطريق دوت. ترانسبورت سيستم تريتس يعني نظام النقل، خصائص نظام النقل نفسه، الطريق واسع ولا ضيق، الاتوبيسات كويسه ولا مش كويسه، مريحه ولا مش مريحه، بتيجي في ميعادها ولا ما بتجيش في ميعادها، ليها محطات ثابته ولا لا، ليها محطات اعرف ان انا اقعد فيها ولا لا، كل حاجه زي كل الحاجات دي بتاثر على اختيارك لوسيله النقل. يعني لو انت عارف انت مثلا ان اتوبيس النقل العام انت مش عارف مواعيده وما عندكش ثقه في الميعاد بتاعه، ممكن حاجه زي كده تخليك ما تعتمدش عليه، ممكن تعتمد على ميكروباص، ممكن تعتمد على عربيه، ممكن تعتمد على تاكسي، عشان انت ما عندكش ثقه في مثلا في الميعاد بتاعه. فخصائص وسائل السيستم بتاع النقل نفسه بتاثر في اختيارك لوسيله النقل. تالت حاجة اللاند يوز تريت، زي ما أحمد اتكلم عن القصة ديت برضه. عندي هل دي منطقة، المنطقة اللي أنا رايحها دي منطقة صناعية، رايح وسط البلد مثلا ومفيش باركينج، فبالتالي ممكن ما أخدش العربية، ممكن أخد تاكسي، ممكن أخد الأتوبيس، ممكن أمشي. فاللاند يوز أو بيسموها استخدامات الأراضي في المنطقة ديت بتأثر على اختيارك لوسيلة النقل. ممكن ما يبقاش في رصيف، ما ينفعش انك ما تعرفش انك انت تمشي، فما تمشيش في المنطقة ديت، وهكذا. الحاجة الأخيرة التريب أو الجيرني تريدز، خصائص الرحلة نفسها، الرحلة دي معمولة الصبح ولا بالليل، معمولة في الشتاء ولا في الصيف. لو في الصيف مثلا أو في الشتاء والدنيا مطر جدا وحد مثلا بيحب يركب العجل، ممكن حاجة زي كده تكون صعبة بالنسبة له، أو لو حر جدا وهو بيركب العجل ممكن حاجة زي كده تبقى صعبة بالنسبة له، لو بيحب يتمشى والدنيا حر جدا ممكن يكون صعبة بالنسبة له. فالتريب أو الجيرني تريتس نفسها، خصائص الرحلة نفسها، ممكن تأثر في إيه، في المود تشويز. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ الدنيا واضحة؟ نيجي بعد كده للميثودولوجيز، ازاي اعمل المود تشويس؟ المود تشويس خطوه المود تشويس بسيطه جدا زي ما هنشوف دلوقتي، وفي طريقتين اساسيتين ان احنا نقدر نعمل بيها تخصيص على وسائل النقل. اوكي، الطريقه الاولانيه بنسميها دايفرجن كيرفز، والطريقه الثانيه بنسميها البروبابليستيك مودلز. ايه دول؟ هنشوفهم دلوقتي بالامثله بطريقه سهله جدا بحيث نعرف ايه هم. اول طريقه اللي هي الدايفرجن كيرفز، انا دلوقتي عايز اعرف نسبه الناس اللي هتروح للاتوبيسات مثلا ونسبه الناس اللي هتروح للعربيات. انا دلوقتي عندي عايز اعرف عندي 50 رحله، كم في الميه من ال 50 رحله دول بيركبوا اتوبيس نقل عام مثلا او اتوبيسات نقل عام، وكم في الميه بيركبوا العربيات؟ نعرف كده ازاي؟ زي ما قلنا في طريقتين. اول طريقه اللي بنسميها الدايفرجن كيرفز. ايه هي قصه الدايفرجن كيرفز ديت؟ الدايفرجن كيرفز ديت كيرفات، دايفرجن كيرفز ديت كيرفات، الغرض منها انك انت تشوف مثلا نسبه الناس اللي بتركب وسيله نقل معينه. يعني دلوقتي عندي الكيرف دوت الواي اكسس بتاعه البرسنت بتاع الناس اللي بيستخدموا اتوبيسات النقل العام الترانزيت، والار الريشيو بتاع الترافل تايم ما بين الوقت اللي انا بستهلكه في اتوبيس النقل العام وبين الوقت اللي انا بستهلكه في العربيات. معناه ايه الكلام ده؟ يعني لو انا مثلا في اتوبيس النقل العام باخد ساعه في الرحله وفي العربيه باخد نص ساعه، يبقى النسبه دي بكام؟ باتنين، واحد على نص باتنين،
وبالتالي ده هيأثر في البرسنت بتاع الناس اللي بيستخدموا ترانزيت. كل طبعا ما الريشيو ده قل، كل ما نسبة الناس اللي بتستخدم الأتوبيسات هتزيد، منطقي. لو أنا مثلا الفرق ما بين رحلة بالأتوبيس النقل العام والعربيات هي هي، يعني مثلا باخد نص ساعة في أتوبيس النقل العام ونص ساعة في العربية بالنسبة بواحد، هتلاقي أغلب الناس ممكن تاخد الأتوبيسات لأن هي أرخص مثلا أو مريحة مش بسوق وهكذا. لكن لو كل ما نسبة مثلا الوقت تزيد، كل ما نسبة الوقت اللي بستهلكه في أتوبيس النقل العام بتزيد، كل ما إيه؟ كل ما حاجة زي كده ممكن تكون صعبة بالنسبة لي، ونسبة الناس اللي بتستخدم الترانزيت تقل. فالدايفرجن كيرفز دي ببساطة الواي اكسس بتاعك هو نسبة الناس اللي بيستخدم وسيلة نقل معينة بالنسبة لوسيلة نقل تانية. يعني أنا في الكيرف ده نسبة الناس اللي بتستخدم وسيلة الأتوبيسات النقل العام بالنسبة للناس اللي بتستخدم العربيات، والإكس أكسس الريشيو ما بين زمن الرحلة في بالأتوبيس وزمن الرحلة بالإيه؟ بالعربية. أو أي كوست، يعني مش لازم يبقى، مش لازم الإكس أكسس يكون كده، ممكن يكون الريشيو ما بين ثمن الرحلة في الأتوبيس وثمن الرحلة بالعربية. كل ما ثمن الرحلة في الأتوبيس بيزيد، كل ما نسبة الناس اللي بتستخدم الأتوبيس بتقل. فدي ببساطة جدا فكرة الدايفرجن كيرفز. الدايفرجن كيرفز دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بامبيريكال داتا، معلومات تجريبية، تقعد تلاحظ بقى نسبة وسائل، نسبة الناس اللي بتستخدم وسائل النقل العام بالنسبة لنسبة الناس اللي بتستخدم العربيات، وازاي بيتأثروا بزمن الرحلة، وازاي بيتأثروا بثمن التذكرة وهكذا، وتقعد بقى تجمع الداتا دي، والكيرفز ديت بتتعمل وليها ستاندردز وليها كودز، وتقدر انك انت تستخدمها على طول. حد عنده أي سؤال لحد دلوقتي؟ في سؤال ما واضح موضوع الدايفيرجن كيرفز دوت؟ طيب جميل، ندخل في الطريقة التانية، ندخل في الطريقة التانية للمود تشويس، وهي آخر طريقة، هي طريقة اللوجيت موديل. طريقة اللوجيت موديل زي ما هي باينة قدامنا. ايه هي بقى طريقة اللوجيت موديل دي ببساطة؟ طريقة اللوجيت موديل ببساطة انك انت بتجيب نسبة الناس اللي بتستخدم وسيلة نقل معينة، بس بدل ما كنت بتعمل كده بدايفرجن كيرفز، بتعمل كده باستخدام موديل. ازاي؟ اللوجيت موديل ده مبني على الفانكشن اللي هي واحد على واحد بلس اكسبوننشال تو ذا باور اوف نيجاتيف اكس، مبني على الفانكشن دي اللي هي واحد على واحد بلس اي تو ذا باور اوف نيجاتيف اكس. اوكي، الفانكشن دي بسهوله تقدر تحولها للشكل ده اللي هو البروبابيليتي. لو انا دلوقتي بقارن ما بين اتوبيس وعربيه، probability الناس اللي بتستخدم الاتوبيس هيساوي اكسبوننشال لليو بي على اكسبوننشال يو بي بلس اكسبوننشال يو اي. طيب البروبابيليتي دي احنا عارفينها، probability دي او البرسنتج، يعني مثلا probability دي من 0 ل 1. لو 0 يبقى نسبه الناس اللي بتستخدم الاتوبيسات ب0، لو 1 يبقى نسبه الناس اللي بتستخدم الاتوبيسات ب100%. والاي، رمز الاي ده احنا عارفينه، ده الاكسبوننشال، ده الاكسبوننشال ما فيهوش اي حاجه، عارفين. ايه هي بقى اليو ديت؟ ايه هي بقى اليو ديت او اليو اللي هي يو بي ويو اي، يوتيليتي فانكشن بتاعه الباص واليوتيليتي فانكشن بتاعت العربيه. دي الفانكشن اللي بتوريك كم واحد هيستخدم اتوبيس وكم واحد هيستخدم عربيه، كم واحد هيستخدم اتوبيس وكم واحد هيستخدم عربيه. على سبيل المثال، على سبيل المثال نكتب هنا مثلا بي دي مثلا ممكن تساوي اللي هي اليوتيليتي فانكشن بتاعه الباص، تساوي نيجاتيف 0.5 ماينس سعر التذكره مثلا 0.2 في سعر التذكره مثلا اللي هو التيكت برايس، ماينس 0.3 في الترافل تايم مثلا. اوكي، بتاعت العربية اللي هي utility function بتاعت الاوتو تساوي مثلا 0.7 ناقص 0.5 في
سعر البنزين الجاز برايس ماينس 0.8 في سعر زمن الرحلة ترافل تايم. فهو ببساطة جدا الفانكشن او الموديل ده بيعتمد على ايه؟ ان البروبابيليتي ان شخص يستخدم وسيلة نقل معينة مقارنة بوسائل النقل الاخرى بتساوي اكسبوننشال لليوتيليتي فانكشن بتاعت وسيلة النقل الاولانية على اكسبوننشال لليوتيليتي فانكشن بتاعت وسيلة النقل الاولانية زائد اكسبوننشال اليوتيليتي فانكشن بتاعت وسيلة النقل الثانية. لو انا بتكلم على اتوبيس وعربية يبقى probability بتاعت ان حد يستخدم اتوبيس probability دي من 0 ل 1 وتمثل ان percentage من 0% ل 100% هتساوي ايه؟ e to the power of ub. ال ub دي اللي هي اليوتيليتي فانكشن بتاعت الاتوبيس اللي هي مثلا بتساوي ايه؟ فانكشن مثلا هتلاقيها بتساوي فاكتورز مختلفه مثلا negative 0.5 minus 0.2 في التيكت برايس ماينس 0.3 في ترافل تايم سعر التذكره وزمن الرحله بيأثر على اليوتيليتي فانكشن. يعني ايه يوتيليتي فانكشن اصلا؟ يعني مدى استخدام الناس لوسيله النقل دي الاتوبيس. طبعا كل ما سعر التذكره يزيد كل ما استخدامك هيقل، كل ما زمن الرحله بيزيد كل ما استخدامك هيقل وهكذا. نفس الكلام اليو اي اليوتيليتي بتاعت انك انت تستخدم الاوتوموبيل او العربيه هتساوي نيجاتيف 0.75 ماينس مثلا 0.5 في الجاز برايس سعر البنزين ناقص 0.8 في الترافل تايم اللي هو زمن الرحلة وهكذا. فالطريقة دي ببساطة جدا انت بتعرف نسبة الناس اللي بتستخدم وسيلة نقل معينة بالنسبة لوسائل النقل الأخرى باستخدام اليوتيليتي فانكشنز بتاعت وسائل النقل دي. اليوتيليتي فانكشن هل انت بتجيبها ولا بتجيلك جاهزة؟ لا بتجيلك جاهزة. واليوتيليتي فانكشن دي عشان تتعمل محتاجه ان داتا كتيره تتجمع عن الناس واختياراتهم وازاي تاثير زمن الرحله بيأثر عليهم وازاي ثمن التذكره بيأثر عليهم وهكذا وهكذا وهكذا. في حاجه مش واضحه؟ لو في حاجه مش واضحه او حد عنده سؤال يوقفني ويرفع ايدي لو سمح. تمام يا دكتور. طيب ازاي نحول، طيب احنا قلنا احنا بنتكلم على اللوجيت فانكشن، ازاي نحول ال1 على 1 بلس اي ماينس اكس ديت للشكل دوت وازاي يتحول للجراف دوت؟ ده انا هسيبه كسؤال بونص. لو حد عايز يجاوب عليه وياخد بونص على حاجه زي كده ممكن يبعت لي على الايميل ازاي الفانكشن دي بتتحول للشكل اللي هو دوت وازاي بتحول للجراف ده. بسيطة جدا، انت لو جربت على الاكسل هتلاقيها اترسمت معاك وعرفت انك انت توصل من الشكل البسيط ده للشكل دوت. طيب احنا قلنا ان في المثال ده يعني الشكل الفانكشن اللي على الشمال ديت ان هي probability ان حد يركب اتوبيس بتساوي الاكسبوننشال بتاع اليو بي على اكسبوننشال اليو بي بلس اكسبوننشال اليو اي. طب لو انا عندي اكتر من وسيلتين مواصلات، يعني مثلا عايز اعرف probability ان حد يستخدم اتوبيس مقارنة بان حد يستخدم عربية او تاكسي او اتوبيس، انا في المثال ده مقارن ما بين اتوبيس وعربية بس. طب انا لو انا عايز استخدم ان لا مش اتوبيس او عربية بس، لا ده اتوبيس او عربية او تاكسي مثلا، الموديل ده او الفانكشن دي هتتغير ازاي؟ تفتكروا تتغير ازاي؟ ايه اللي ممكن يزيد عليها؟ لو انا دلوقتي بدل ما بقارن ما بين اتوبيس وعربيه بس، لا انا عايز اقارن ما بين اتوبيس وعربيه وتاكسي، الفانكشن يبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني بدل ما هي بالشكل ده ممكن ايه يزيد عليها؟ حد يعرف يرفع ايده؟ اتفضل يا كرولس. هنزود اي باور يوتيليتي اوف برافو. ازودها فوق ولا تحت؟ تحت. برافو. دلوقتي لو انا بقارن ما بين ثلاثه مودز مثلا اتوبيس وتاكسي وعربيه هتبقى ببساطه جدا اي تو ذا باور اوف يو بي على اي تو ذا باور اوف يو بي plus e to the power of
يو اي بلس هيزيد عليها بقى ايه اي تو ذا باور اوف يو تاكسي وهكذا. كل ما وسائل النقل اللي انت بتحاول تقارن ما بينها تزيد، كل ما هت ايه كل ما هتحتاج انك انت كل ما هتحتاج انك انت تغير في شكل البروبابيليتي فانكشن او اللوجيك موديل بتاعك، بحيث انك انت تقدر تحسب نسبة الناس اللي بتستخدم وسيلة نقل معينة. طيب قبل ما ناخد مثال اخير خلوني اسال سؤال، خلوني اسال سؤال، هي ترى اليوتيليتي فانكشن بتاعتي دايما بتبقى كامله؟ يعني يا ترى انا دايما عارف اليوتيليتي فانكشن بتاعتي بالكامل؟ يعني في السلايد اللي قبليها قلت انا يوتيليتي او استخداميه الناس للاوتوبيس مثلتها بتو فاريبلز بس، سعر التذكره والترافل تايم. هل الكلام ده حقيقي؟ هل دول التو فاكتورز بس اللي بيأثروا في مدى استخدامية الناس للأتوبيس؟ وقلت إن بالنسبة للعربية هو الجراز برايس والترافل تايم بس، هل الكلام ده حقيقي؟ هل هم دول التو فاريبلز بس؟ إيه رأيكم؟ حد عنده إجابة يرفع إيد؟ اتفضلي يا ألا. مش احنا من شوية قلنا اوريدي في اربع عوامل بيأثروا على اختيار الفرد للutility اللي هيركبها؟ تمام بالظبط، برافو بالظبط. فمش التو فاكتورز دول بس اللي بيأثروا لي سواء في الباص او في الكار، يعني في اربع عوامل تانية. بالظبط، هما دول اربعة كاتيجوريز، الكاتيجوريز دول جواهم عوامل كتيرة جدا، فهم انا عندي عوامل كتيرة بتأثر، فدايما اليوتيليتي فانكشن بتاعتي ديت مش كاملة. يعني دايما اليوتيليتي فانكشن اللي انا بستخدمها في حساباتي مش كامله، فمعنى كده ان دايما حساباتي للمود تشويس ومدى استخدام الناس لوسيله نقل معينه مش اكوريت 100%، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا امثل الطبيعه بالمودلز. ومفيش اي موديل، يعني انت سواء في ستراكشر سواء في نقل ومرور سواء في ايا كان الموديل اللي بتستخدمه في التخصص اللي بتستخدمه فيه، عمره ما بيمثل الواقع بصوره صح 100%. انت بتحاول على قد ما تقدر تحاكي الشكل او الظروف اللي هي ايه الطبيعيه، لكن ما بتقدرش انك انت توصل لدقه 100%. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نكون يوتيليتي فانكشن شامله، لكن اليوتيليتي فانكشن ديت ما بتبقاش دايما دقيقه ايه 100%. طيب دلوقتي اخر مثال معانا، اخر مثال معانا انا عايزكم بقى بناء على اللي احنا اتكلمنا فيه في السلايد اللي فات تحاولوا تحلوا المثال دوت، تحاولوا تحلوا المثال دوت ككويز سريع وعليه بونص طبعا. المثال ببساطة ايه هو؟ انت بتحاول دلوقتي تعرف كم واحد هيستخدم، نسبة الناس اللي هتستخدم الاتوبيس ونسبة الناس اللي هتستخدم العربية. ايه الجيفن اللي عندك؟ اللي جيفن اللي عندك الاوتو يوتيليتي ايكويشن، اليوتيليتي ايكويشن بتاعت العربيات اللي هي UA بتساوي نيجاتيف 0.025 IVT ماينس 0.05 OVT ماينس 0.0024 كوست. معناها ايه الرموز دي؟ مكتوب تحت IVT يعني ال in vehicle time in minutes، زمن الرحله داخل العربيه. OVT هو زمن الرحله خارج العربيه، يعني بتتمشى قد ايه عشان توصل للعربيه. الكوست هو انت بتدفع من جيبك قد ايه عشان الرحله دي. الترانزيت يوتيليتي ايكويشن، اليوتيليتي ايكويشن بتاعه الترانزيت هتساوي برضو ايه الشكل دوت بالرموز بتاعتها، وكل رمز ليه ايه ليه معناه. وعندك الفاريبلز ديت بكام، ايه هي وبكام، واللي مطلوب منك ان انا اعرفه البروبابيليتي بتاعه الناس او البرسنتج بتاعه الناس اللي بتستخدم الاتوبيس اللي هو الترانزيت، والبرسنتج بتاعه الناس اللي بتستخدم العربيات. مساله سهله جدا،
وسيلتين نقل بس اللي بنقارن ما بينهم، ومحتاجين نعرف كم في المية بيروح لكده وكم في المية بيروح لكده. المطلوب منك، المطلوب منك دلوقتي انك انت تحاول تحل المسألة وتقوم كاتب، عايزك تكتب لي رقمين بس، ترد بمسج على التيمز ده، على الميتنج بتاعنا برقمين بس، تقول لي مثلا بي بي زي ما انا هكتب كده بيساوي كذا، وبي اي بيساوي كذا، بي بي او خليها بي ترانزيت، يعني بي ترانزيت بيساوي كذا، وبي اي اللي هي برسنتج اوف اوتوموبيل بيساوي كذا، بالشكل ده. كل واحد فيكم عايز بس يحاول يحلها ويجاوب على المسألة. بديكم يعني 3 دقايق أو 4 دقايق. تفضلوا. طيب دكتور، بعد إذن حضرتك، تفضلي. هو الويت مكتوب 10 أو 12، أنا هعوض بأنهي رقم؟ إحنا هناخد الـ10، هناخد الويت ب10. خليني امسح ال 12 دي. حد عنده سؤال تاني؟ ما حدش يكتب الإجابة لو سمحتوا في الشات بوكس غير لما أنا أقول للناس تكتب إجابتها، يعني حل وانا مثلا 3 4 دقايق كده، وهبتدي اقول للناس تكتب في الشات بوكس اجابتها. ايوه اتفضلي يا روان. دكتور لو سمحت، هو القانون بتاع البروبابيليتي كان الـ e باور يو بي على الـ e، واحدة بقى نسيت القانون. هجيبه دلوقتي هنقوله لكم، حطه لكم في المثال. ظاهر قدامكم كده؟ اه تمام، شكرا. اللي يحس ان هو وصل للإجابة الصح يرفع ايديه بس، ما يكتبهاش، يرفع ايديه بس.
الناس يعني كل ما حد يوصل لإجابة لو سمحت يرفع إيديه إن هو وصل للإجابة. طيب حد تاني حس ان هو وصل الإجابة الصح ارفع ايديه. طيب يا ريت الناس الناس تبتدي تكتب إجاباتها، الناس كلها تكتب إجاباتها في خلال دقيقة بالشكل اللي احنا قلنا عليه. كله لو سمحتوا يكتب الإجابات اللي وصل لها.
طيب هل في حد تاني لسه ما كتبش الإجابة؟ حد تاني عايز يكتب الإجابة ما كتبهاش؟ لو في حد تاني لسه هيكتب الإجابة يكتبها بسرعة. طيب خلاص كده الإجابة الصحيحة يا شباب هي الإجابة الصحيحة هي 0.8 و 0.2، يعني البروبابيليتي بتاعت الناس اللي هتستخدم العربيات هتساوي 0.8، والبروبابيليتي بتاعت الناس اللي هتستخدم الاتوبيس بتساوي 0.2. خليني كده، هو من اوائل الناس اللي جاوبت كان احمد عبد الحليم وياسمين وكرولوس جورج وعمر زين العابدين واحمد عمر. هنشوف مين منهم جايب إجابات صح. تقدري تقولنا ياسمين حسبتيها إزاي؟ ياسمين محمد. أيوة يا دكتور، أنا حسبت الـ UA والـ UB تعويض مباشر. جميل. الـ UA طلعت negative 0.7 والـ UB negative 2.15. جميل. وحسبت الـ BA E باور UA على اي بار يو اي بلس اي بار يو بي، والبروبابيليتي بي البسط اي بار يو بي، والمقام نفس المقام برضو، وبس طلع 80% اول برسنتج والتانية 19%. هي الإجابة المظبوطة بالظبط هتبقى 80% و20%، لأن هو لازم طبعا ممكن يكون بسبب التقريبات بتاعة اليوتيليتي فانكشن. هي 80.98 و19.02 فمجموعهم 100 بالظبط يعني. هي هتطلع، هي المفروض 80% و20%. طبعا لازم المجموع يكون 100%، لان انت في الاخر انت بتقسم على وسيلتين مواصلات بس، فبالتالي لازم المجموع. يعني انت ممكن تحسب كمان probability واحده منهم، probability بتاع الاتوبيس، ومنها تعمل 100% ناقص البروبابيلتي بتاعت الاتوبيس وتجيب البروبابيلتي بتاعت الايه العربيات. طبعا لو هم اكتر من وسيلتين مواصلات، 3 أو 4 أو 5، مش هتعرف تعمل كده، هتحتاج انك تحسب. لو هم مثلا ايه 3 وسائل مواصلات، فعلى الاقل هتحسب 2 منهم وتستنتج الثالث. لو هم 4، على الاقل هتحسب 3 وتستنتج الرابع، وهكذا. اوكي، حد عنده سؤال على المثال دوت؟ في حاجة مش مفهومة، في حاجة مش مستوعبها؟ دكتور، احنا عرفنا يعني ببساطه طريقه اللوجيت موديل دي شغاله ازاي. اخر سلايد بقى معانا، اخر سلايد معانا، ايه هي الابلكيشنز بتاعه المود سبليت ديت؟ يعني المود سبليت ديت ممكن استخدمها في ايه؟ خلينا نتكلم بقى يعني على ارض الواقع، وان احنا نستخدمها في تخطيط النقل وفي المشاريع الاستراتيجيه في تخطيط النقل والكلام دوت. اقدر استخدم المود او المودل سبليت ديت ازاي؟ اقدر استخدمها ازاي؟ عندي كذا كاتيجوري. اول كاتيجوري هو البوليسي تشينجز. البوليسي تشينجز لو انا عايز اغير سياسه معينه تخص وسائل النقل، يعني مثلا عايز ازود سعر البنزين، وعايز ادرس تاثير زياده سعر البنزين، تقدر انك انت تستخدم المودل سبليت. ازاي يعني؟ تشوف تاثير سعر البنزين دوت هياثر على اليوتيليتي فانكشنز بتاعه الناس اللي بتستخدم العربيات ازاي، وبيأثر على اليوتيليتي فانكشن بتاعه الناس اللي بتستخدم الاتوبيسات النقل العام ازاي، وبالتالي ده هياثر على الناس اللي بتستخدم العربيات ازاي والناس اللي بتستخدم وسائل النقل ازاي. تشوف بيأثر على مدى استخدامهم لوسائل النقل المختلفه هيكون عامل شكله ايه.
وتقدر تشوف تأثير القرار اللي انت بتاخده ده او السياسة اللي انت بتاخدها دي هيكون عامل ازاي. يعني فلنفترض دلوقتي لو انا زودت سعر البنزين، هل دايما هيخش للحكومة دخل اكبر؟ لو انا زودت سعر البنزين هل ده معناه ان لازم هيخش للحكومة سعر اكبر؟ دلوقتي احنا درسنا المودل سبليت واليوتيليتي فانكشنز، حد يقدر يجاوبني على السؤال دوت؟ الناس لو سمحتوا اللي رفع ايديها تنزل ايديها عشان بس ما تلخبطش. الناس اللي رفع ايديها بس، الاء واحمد محمد وفوزيه جمال و لو بس نزلوا ايديكم بس عشان ما. طيب دلوقتي لو انا زودت سعر البنزين، دلوقتي احنا درسنا اليوتيليتي فانكشن ودرسنا الموديل سبليت ابلكيشنز والكلام ده، لو انا زودت سعر البنزين هل ده معناه ان هيخش للحكومه دخل اكبر؟ حد يقدر يجاوبني على السؤال ده؟ يرفع ايديه بس لو سمحت. حد يقدر يجاوب على السؤال دوت؟ ايوه دكتور. اتفضل يا عبد الرحمن. مش بالضروره يا دكتور ان هو يزود كدخل او يقلله، مش مرتبط ارتباط يعني قوي. ليه بقى؟ لانها ممكن اغليه بس الناس ما زالت محتاجه ان هي تركب مواصلات او عربيات او كده، فبالتالي هيضطروا ان هم يدفعوا، وفي ناس تانية مش هتقدر ان هي تتعامل مع غلو البنزين ده، فهيضطروا ان هم ما يركبوش، يشوفوا اي طريقة تانية. برافو برافو، جميل جدا. انا دلوقتي لو انا زودت سعر البنزين، انا ممكن الناس السعر زي ما احنا درسنا اليوتيليتي فانكشن، كل ما تزود سعر البنزين دي هتقلل لك، هتدي لك نيجاتيف يوتيليتي، هتخلي الناس ممكن تخلي الناس تستخدم العربيات اقل، لان دلوقتي المشوار بقى مكلف اكتر، فبالتالي ممكن انك انت بدل ما تظن انك انت هيخش لك دخل اكبر من زياده سعر البنزين، لا ممكن الناس تحجم عن استخدام العربيه وتروح مثلا وسيله نقل عام، تروح ميكروباصات، تروح اوبر، ايا كان تروح ايه يعني، تروح مترو، وبالتالي انك انت التاثير يبقى عكس اللي انت متوقعه. وممكن يكون ليه تاثير خطير جدا تاني، انت ممكن دلوقتي زودت سعر البنزين فالناس تبتدي تروح بشكل كبير على وسائل النقل العام، وانت وسائل النقل العام بتاعتك مش مجهزة لحاجة زي كده، فانت عشان تعمل قرار في تخطيط النقل لازم يكون القرار متكامل، لازم انك انت تقدر تعرف تأثير القرار دوت على وسائل النقل المختلفة، تدرس طب لو الناس راحت لان هي تستخدم وسائل النقل العام بشكل اكبر انا هتصرف ازاي؟ هل هزود الخطوط؟ هل هحسن الخدمه بتاعتي؟ وهكذا. ونفس الكلام بالعكس، لو انت مثلا زودت سعر تذكره المترو، هل معنى كده ان هيئه المترو هيخش لها دخل اكبر؟ مش شرط، في ناس بدل ما كانت بتروح المشوار بمترو معهاش دلوقتي ثمن تذكره، ممكن تتمشى المسافه، او ممكن تاخد وسيله تانية، تاخد ميكروباص، تاخد يعني تتصرف ان هي تاخد وسيله تانية لان هي ما تقدرش على التكلفه الجديده. فالمودل سبليت واليوتيليتي فانكشنز بتدي لك الانديكيشنز دي، تاثير السياسات بتاعتك على او ازاي انك انت تقدر تدرس السياسات بتاعتك او التغييرات بتاعه السياسات بتاعتك. فدي حاجه. الحاجه الثانيه الانفستمنت ستادس، دلوقتي لو انا عملت طريق جديد، قلت ان انا عايز استثمر في طريق جديد، انشاء طريق جديد، هل بالضروره ان الاستخدام او انك انت حاجه زي كده تسهل على الناس؟ يعني هل بالضروره انك انت عملت طريق جديد معنى كده ان الناس كتيره هتروحه مثلا؟ اه ممكن ناس كتيره تروحه، لان دلوقتي الطريق الجديد دوت قلل لك الزحمه، قلل لك من زمن الرحله، مش عارف ايه، فالناس ابتدت بدل ما هي كانت ساعات بتتخنق من ان هي تمشي في الطريق القديم، لا عدد العربيات هتزيد على الطريق ده. بس ممكن على الجانب التاني تاثر على المشاه مثلا، لان هم كانوا مثلا الطريق بقى دلوقتي واسع فبقى صعب عليهم ان هم يعدوه وهكذا. فتاني حاجه ابلكيشن للمودل سبليت انك انت تشوف تاثير الاستثمارات بتاعتك على استخدامات الناس لوسائل النقل المختلفة.
تالت حاجة روت أور سيرفيس تشينج، روت أور سيرفيس تشينج. لو أنا غيرت مثلا خط الأتوبيس بتاعي، بدل ما هو كان بيمر في منطقة معينة أو بيعدي على محطات معينة، لا غير وراح من مكان لمكان تاني، غيرت أنا الخط بتاعي. طب ده هيأثر على الناس إزاي؟ هل ستيل الناس هيفضلوا يركبوا الخط الجديد بشكله الجديد، ولا هيأثر على استخدامهم الأتوبيس وممكن يروحوا يستخدموا المترو مثلا، ولا يستخدموا ميكروباصات، ولا يستخدموا تاكسي أو أيا كان الوسيلة إلى سنة. فالموديل سبليت تقدر تدي لك كده إمبليكيشن تأثير السياسات بتاعتك بتاعة النقل على وسائل النقل المختلفة. أنا كده خلصت. هل في حد عنده أي سؤال؟ في حاجة مش واضحة؟ دكتور معلش بس يا دكتور اتفضل. بالنسبة للإجابات بتاعت الكويز أنا جبتهاش بوينت 8 وبوينت 2، أنا جبتها قريب من الرينج ده، في مشكلة بس أنا لما جمعتهم مع بعض ادوني واحد. لا 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 مفيش مشكلة. خلاص ماشي شكرا يا دكتور. حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده سؤال في المحاضرة بتاعت النهاردة؟ في حاجة مش واضحة؟ طيب اديني خلصتكم اهو بسرعة، كل عام وانتم بخير وبالتوفيق في امتحانكم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. محاضرة خلصت. والله ما عارف انت اللي حصل. والله يا بنت محاضرة لقيت فيه كويز في وشي. حاطط مسألة بيقول حلوها. ما بيقولش حد، الناس ساكتة وفي مسألة. تخيلها اقسم.